كلنا ثقة أن الدول العربية لن تستخدم النفط كسلاح. بهذه الطريقة خطبت الخارجية الأمريكية العالم. حادث لغواصة نووية بريطانية في أعماق المحيط، وفد وزاري عربي إسلامي في بكين، قرار أمريكي عاجل لمنع انفجار كبير في الشرق الأوسط، والوضع خطير جدا. الحكومة الأردنية تدرس خيارات الرد على تل أبيب، والصين تسد فجوة الغواصات أمام الولايات المتحدة. لوود أوستن في كييف لإبلاغها بقرار واشنطن. العلاقات البريطانية الروسية تمر بواحدة من أعمق الأزمات في تاريخها. وصية لندن وواشنطن لكييف بعين الاستخبارات الروسية وطريقة أمريكية لحل النزاع في أوكرانيا. واشنطن والعرب. ثقة أمريكية بالدول العربية، هل هي ثقة بقوة الأمريكان أم إن هناك أسبابا أخرى؟ هناك كبير مستشاري الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة العالمية أموس هوكستن يقول في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن بلاده واثقة من أن الدول العربية لن تستخدم النفط كسلاح، مشيرا إلى أن مستوى التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج المنتجة للنفط بما فيها السعودية كان قويا للغاية خلال العامين الماضيين. خلال ذلك كان قد وصل وفد وزاري عربي إسلامي إلى بكين لبحث التصعيد في القطاع. ويضم الوفد الذي عقد اجتماعات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مسؤولين من السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي وآخرين. فيما قال نائب رئيس الوزراء الأردني توفيق كريشان إن الحكومة تدرس الخيارات كافة وآثارها على المصلحة الوطنية بالتنسيق مع مجلس النواب للرد على تل أبيب. وبعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رسالة إلى 50 دولة يطالب فيها بالضغط على تل أبيب لوقف جرائمها في القطاع. لنواصل في المواقف الدولية، حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تكافح لإقناع نتنياهو بمنع التصعيد. وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن مسؤولين في إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحلية المحتملة للدعم الكامل لتل أبيب. من جانب آخر أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أن واشنطن تجمع معلومات حول الهجوم العبري على مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في القطاع في 18 نوفمبر. وأضاف في مقابلة مع شبكة CNN أنه إذا تأكدت معلومات عن إلحاق ضرر بمدنيين يحتمون بأرض المدرسة فإن ذلك سيصبح غير مقبول على الإطلاق بالنسبة للولايات المتحدة. ليعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه في وضع غير قادر فيه على التنبؤ بموعد إخراج المحتجزين العبريين لدى الفصائل منذ 7 أكتوبر الماضي. فيما كشفت شبكة CNN نقلا عن مصادرها عن مسودة اتفاق محتمل بين تل أبيب والفصائل تتضمن وقفا مؤقتا للقتال ل4 إلى 5 أيام من أجل إفراج أولي عن 50 رهينة وربما فترات توقف أخرى بعد ذلك. ميدانيا شهدت تل أبيب استهدافا صاروخيا من القطاع هو الأكبر منذ اندلاع المواجهات بين الفصائل والجيش العبري، فيما دوت صفارات الانذار في عشرات المدن والتجمعات السكانية من أشدود جنوبا وحتى مدن في شمالي تل أبيب. ليصدر هنا قرار أمريكي عاجل لمنع انفجار كبير للوضع لكن في الحدود اللبنانية، حيث أفادت بوابة أكسيوس نقلا عن مصادر بأن كبير المستشارين في البيت الأبيض موسى كستين وصل إلى تل أبيب للتفاوض مع السلطات العبرية لتلافي الحرب مع لبنان. الدنمارك تجمع آلاف المتظاهرين في كوبنهاجن للمطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع. في اليمن أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام أن احتجاز السفينة العبرية خطوة عملية تثبت جدية القوات المسلحة في خوض معركة البحر مهما بلغت كلفتها، ضيفا أن بيانات التنديد والاستنكار لا تجدي في عالم لا يفهم إلا لغة القوة. لازلنا في الماء ولكن في أعماق المحيطات، حيث نقلت صحيفة عن مصادر مطلعة أن غواصة نووية بريطانية من طراز فانغارد كادت تغرق عندما تعطل أحد أجهزة قياس العمق الخاصة بها. ووفقا لمعلومات الصحيفة فإن الغواصة التي كان على متنها 140 شخصا كانت تستعد للقيام بدورية في المحيط الأطلسي. هذا وأفادت وسائل إعلام غربية بأن أسطول الغواصات الصيني يعمل بسرعة على سد الفجوة التكنولوجية مع الغواصات الأمريكية في المعيار الرئيسي المتمثل في الهدوء. أوكرانيا في مهب الريح.
أوكرانيا والغرب شراكة شائكة تتلخص في المصالح، لكن ذلك ليس كل شيء. هنا ألكسندر كورنينكو النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني يعترف بأن البرلمان لا يمكنه التصويت على قرارات لم يتفق عليها مع الشركاء الغربيين الذين تعيش البلاد على حسابهم منذ عامين، ليصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف لإبلاغها بقرار واشنطن. وقال أوستن إنه وصل إلى كييف ويخطط للقاء القيادة الأوكرانية وإعلان دعم واشنطن لنظام كييف الآن وفي المستقبل. فيما صرح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف أن كييف تشعر بالقلق من أن بعض الدول الغربية بدأت مناقشة الحاجة إلى المفاوضات مع روسيا في سياق الصراع الأوكراني الروسي، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يرجع إلى حقيقة أن بعض حلفاء كييف يخافون من روسيا. ليفيد السياسي الأمريكي والباحث في العلاقات الدولية جون ميرشايمر طريقة الأمثل لإنهاء الصراع، بتأكيده بأنه لا ينبغي لأمريكا أن تتدخل إذا جرت مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحل الصراع. من جهته أعرب الرئيس البولندي أندري دودا عن أمله في أن تواصل الحكومة البولندية الجديدة تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا. وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، فيما أفادت الاستخبارات الخارجية الروسية بأن واشنطن ولندن أوصتا كييف بزيادة سن التجنيد ليبدأ من سن 17 حتى 70 عاما والقيام بتعبئة إضافية للنساء مع تكثيف إجراءات التعبئة إلى أقصى حد للتعويض عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد الفاشل. من جانب آخر، صرح مدير الإدارة الأوروبية الثانية في وزارة الخارجية الروسية سيريك بيلييف أن لندن مصممة على إنهاء التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا، وأنه لا توجد طريقة لتطبيع العلاقات الروسية البريطانية حيث إنها تمر بواحدة من أعمق الأزمات في تاريخها. على الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت تجمعات 7 ألوية أوكرانية وكبدتها خسائر جسيمة في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية الخاصة، فيما أفاد الخبير العسكري دراغو بوسنيك بأن المزيد والمزيد من الأوكرانيين في صفوف القوات المسلحة في البلاد بدأوا يعتبرون حكومة زيلينسكي عدوهم الحقيقي. هناك دعا زيلينسكي وزارة الدفاع للتغيير في استراتيجية الجيش بشكل فوري لكسر الجمود في محاور القتال للهجوم المضاد. يأتي ذلك متزامنا مع إقالات وتعيينات جديدة شملت كبار القادة في المؤسسة العسكرية الأوكرانية.